مرحبا. طقس خريفي مستقر ودافي نهارا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، الحراره معتدله بفتره النهار ومنخفضه ليلا على الجبال، رطوبه عاديه، البحر متوسط الموج وحراره مياهه 24 درجه، اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحراره وغطيه قويه على الجبال بفتره الليل وساعات الصباح الاولى، بنبقى بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله. على الساحل 20 درجة، على المرتفعات 13، بالبقاع 7 وبالأرز 4 درجات. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. سرار 24، زغرين 23، القبة 26، حدث الجبة 14، جونيا 25، بصليم 23، والجهلية 19 درجة. رطوبة بتتراوح بين 50 و65%، حرارة سطح المي 24 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 15 و30 كيلومتر بالساعة، الرياح شمالية غربية. كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين يلي جايين؟ نهار السبت بتتراوح بين 20 و26 درجة، الأحد بين 19 و26 درجة، ونهار التنين بتتراوح بين 18 و25 درجة. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ جولتنا مع دوحة 30 درجة، دمشق 20، طرابلس 22، الجزائر 18، روما 18، برلين 9، ولندن 8 درجات. وهون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.